مساء الفل والياسمين على مشاهدين اون، مساء الحب والتفاؤل والاخبار الحلوه كده والسعاده على مشاهدين كلام ستات. بس في حاجه مزعلاني، في موضوع هتكلم فيه مزعلني قوي بصراحه، بزعل منه قوي قوي، وما بشوف غيري بيشوفه وبلاقي حد بيتهاجم كده بزعل قوي. ان الواحد ينتقد ويتنمر لكل حاجه. هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. السوشيال ميديا، موضوع السوشيال ميديا ده، بتلاقي مثلا حد راح منزل خبر ويبتدي بقى يا عم انت عامل كده ليه، يا عم بص لمنظرك، يا عم خلي بالك من سنك، يا عم انت مش عارفه ايه. طب إيه ليه؟ ممكن اعرف ليه؟ انا بجد عايز اعرف ليه التنمر ده، ليه اما حد بينزل حاجه فرحان بيها بتكبسه ليه؟ هو في ناس ما بتكبسه ما بيفرقش معاها، في ناس بتتضايق. طب ليه؟ هل انت ملك؟ يعني اللي كتب الرد ده هل هو ملك ما عندوش عيوب؟ هل هو ما عندوش مشكله في حياته وهو شايف ان اللي قدامه ده هو كل المشاكل وكل الحاجات الوحشه؟ طب انت مش تعرفش كل واحد عامل ايه في حياته، انت ليه بتحكم على حد وانت مش عارف ايه هو؟ يمكن الموضوع ده مفرحه، يمكن ولاده بيتفرجوا، يمكن اخواته بيتفرجوا، امه فرحانه بيه وبتتفرج، فتلاقي ابنها مشتوم وابنها متهاجم وفي ساعات الفاظ مش حلوه. ليه يا جماعه؟ ليه بنعمل في بعض كده؟ ليه احنا طول عمر المصريين جدعان يحبوا بعض، والجار تلاقيه جنب الجار، ولو حد عنده مشكله تلاقي على طول جري الجيران اتلمت وعملت، طول عمر المصريين بيحبوا بعض. ليه بقينا كده؟ ليه بعض الناس بقت كده مش كلنا؟ لان في ناس كويسه جدا وبترد بمنتهى الادب واللطافه، لكن في ناس بترد كده لله في الله، لا يعرف اللي قدامه ولا هو عارف بيقول ايه، اهو بيدب كلام رخم وخلاص. هل اخلاقك وتربيتك بتقولك ان انت لما حد ينزل فيديو ولا صوره وفرحان بيها وبيشارك الناس معاه يتشتم او يتقال كلام بايخ او يتقال كلام يعني يجرح؟ ليه؟ ليه؟ دي حاجه على فكره احنا عايزين نبطلها، لان بجد انا بزعل قوي. يمكن انا ما عنديش قوي التعليقات دي بتيجي، لكن انا بقول ليه؟ وعشان كده نرجع نفسنا، اللي بيعمل كده بقى يسمعني، انت بتعمل كده ليه؟ هل انت عندك مشاكل نفسيه؟ هل انت متضايق؟ هل انت مثلا زهقان من الدنيا فما بتلاقي اي حد يعمل حاجه تروح دبه كلمتين؟ طب ما انت حرام، حتى لو انت متضايق او مودك وحش، او انت، انا مش عايزه ابقى قاسيه قوي على اللي بيكتبوا كده، ممكن واحد موده وحش، واحد متضايق، واحد متعصب فراح شايف الصوره عصبته راح مديها كلمتين جامدين، طب ليه؟ لا راجع نفسك. بص دايما المعامله الحسنه دي جميله جدا، لما تقابل حد حتى بتبتسم في وشه بتقول له مساء الخير بابتسامه، لازم يرد عليك بابتسامه يقول لك مساء النور. هي كده بالظبط السوشيال ميديا، انا ما بنزل فيديو ابتسم يا جماعه بشارككم معايا بنعمل كذا فرحانه ومبسوطه، يبقى انت يا تشاركني حلو يا تسكت، مش عاجبك ما تردش. لكن حته ان احنا نتنمر على بعض، ومش بس في السوشيال ميديا، في الحياه التنمر في الحياه غلط. انا مش ملاك، انا اهو مش ملاك، انا اكيد في عيوب. طب انا ليه بعمل حكم على اللي قدامي ان هو معيوب؟ طب وانا يعني ملاك؟ عمري ما هبقى ملاك. طب انا زي ما انا عملت في غيري ورحت هاجمته وقلت له كلام، هل انا احب حد يعمل معايا انا كده؟ لو انا من النوع اللي بهاجم، هل انا احب ان انا اتهاجم؟ ما انا هتضايق برضه ولا ايه؟ حط نفسك دايما مكان اللي قدامك. اي حد عايز يعمل تعليق أو يقول حاجة أو يرد على حد أو ينتقد حد، افتكر إن أنت لو اتقالك نفس الكلام ده أنت إحساسك هيبقى إيه؟ لو فكرت أنت هيبقى إحساسك إيه لما يجيلك النقد ده بالشدة دي، أنت هيبقى رد فعلك إيه؟ اعتبر اللي قدامك رد فعله زيك. مش لازم عشان أنت عندك ظرف يبقى لازم تهاجم لغيرك. فأرجوكوا نبطل حكاية الهجوم دي، ونبطل حكاية التنمر، أيا كان في الحياة، في المدرسة، الأولاد الصغيرين، الشباب، البنات مع بعض، الولاد مع بعض، كل ده، كل ده التنمر مع بعض في الكلام ليه؟ ليه الكلام التقيل؟ أنا بالعكس يا أقول كلمة حلوة، يا عم ما تقولش، مش عاجبك ما تتكلمش. خلاص، ما دام ما قالكش رأيك إيه؟ لو قالك رأيك إيه؟ قوله بأدب، تقوله بطريقة لطيفة. فيعني ايه، دي حاجه مهمه جدا جدا لاخلاقياتنا الحلوه اللي احنا متعودين عليها. وانا احب قوي كده نلاقي كل واحد بيعمل ده يراجع نفسه. معانا بقى حاجات النهارده ايه، تقيله تقيله تقيله، ومشاكل ربنا يعيننا عليها،
ومعانا ضيفه هتشوفوها معايا ان شاء الله. نطلع فاصل ونخش على المشاكل. من المعروف طبعا للجميع الدور المؤثر والحيوي للهيئه القوميه للبريد في التواجد في المشروعات القوميه والمشروعات المجتمعيه والوطنيه على مدار العام. النهارده بتكليفات صريحه ومتابعه على مدار اللحظه من دكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره البريد المصري بتواجد البريد المصري في حدث عالمي زي ده وحدث دولي للسنه الرابعه. احنا متواجدين النهارده بنقدم جميع الخدمات الماليه والخدمات الحكوميه والخدمات البريديه. وطبعا البريد المصري معروف ان هو له 4500 فرع بيقدم 165 خدمه. النهارده متاح جميع الخدمات ال 165 خدمه متواجدين من داخل الفرع هنا. ولكن احنا كمان بنتميز بتكلفات من الدكتور شريف ان يكون في تخفيضات على الخدمات المقدمه خاصه الخدمات البريديه في المعرض. هضرب مثال خدمه وصلها، خدمه الايزي بوكس الطرود، خدمه البريد السريع الداخلي. النهارده احنا كمان بتكليفات من دكتور شريف عندنا بنقدر نطلع بطاقات الدفع الالكتروني لاستخدام الساده العارضين والزائرين لهذه البطاقات عن طريق المنصات الالكترونيه اللي بتوفر التواصل سواء حتى او استخدام النقدي لهذه البطاقات. كمان احنا هنا بنمثل نقل لوجستي، عندنا جميع الشحنات بتتحرك في نفس اليوم طبقا للتكليفات معالي دكتور رئيس الهيئه. ما عندناش الحمد لله اي معوقات وبيتم متابعتنا لحظيا من غرفه عمليات المخصصه في هذا الشان. والبريد المصري طبعا كشريك اساسي لازم يكون متواجد في معرض القاهره الدولي للكتاب، وللسنه الرابعه على التوالي متواجدين الحمد لله. يعني مع بعض للفقرة اللي أنا بموت فيها اللي بحبها، هي صحيح يعني تقيلة قوي وعشان كده لازم معايا ضيف، لأن أنا طبعا لوحدي بحتاس الصراحة، مشاكلكم تقيلة جدا وبس طبعا وبحب إن أنا أحلها لكم، فأنا لوحدي بيبقى صعب. فمعانا اللايف كوتش هبة أبو الخير، طبعا من الناس الجميلة جدا اللي بليها آراء جميلة ورائعة. اهلا بيكي، نورتينا والله. انتوا كمان خش على المشاكل، يلا خش على الجد. يلا أول مشكلة، أنا متجوزة من سنتين وجوزي اتغير قوي بعد الجواز، بقى عايزني أبعد عن أهلي ولا أروح لهم ولا يجولي ولا حتى أتصل بيهم، بيعمل معايا مشكلة كل مرة يلاقيني مكلماهم فيها أو هم مكلميني. بعد فترة فهمت إن عنده حب التملك، لأن أي حاجة بتاعته، حتى ابني مش عايز حد من أهلي يشيله أو أنا اتخنقت من طريقته، رغم إن هو في مميزات تانية حلوة، بس دي أكتر حاجة مضايقاني. حاسة إنه بيكره أهلي من غير سبب، حتى لما رحت غضبت عند أهلي شهر عشان يتغير لقيته راح لجأ لناس قرايبي وما كلمش والدي ولا والدتي، وحاليا بفكر في الطلاق لأن فعلا أهلي حتى عمرهم ما ضايقوه، وأنا كده غلطانة إن أنا فكرت في الطلاق يعني. قولي رأيك الأول. بصي، هي المفروض ان هي غلطانه ان هي تفكر في الطلاق. ليه طبعا. بقى؟ لان هي قالت جمله مهمه قوي، قالت هو في صفات حلوه، مميزات كتير، مميزات كتير، وهي كمان حطت ايديها على النقطه او المحوريه اللي مضايقاها. فاحنا بنقول نص العلاج لما بنحط ايدينا على الموقف او على الحاجه اللي هي بتضايقنا او اللي احنا شايفينها من شكل او منظور الشخص اللي قدامنا. طيب تعالي نتكلم على الزوج. الزوج هنا محتاج احتواء اكتر، محتاج انك تحسسيه اني انا عمري ما حد هياخدني منك ولا حد هيقدر يعوضني اللي انت بتديهوني او بيتنا محتاجه او ابني. فهنا ليه؟ لان هو عنده مخاوف، مخاوف ان حد يلعب في دماغها، ان اهلها يغيروها من ناحيته بالظبط، كل الحاجات دي. كسري له المخاوف بتاعته، حسسيه قد ايه ان انت مهتمه بيه وبتفاصيله وبيتك، لان انت اكتر واحده هتعرفي تعالجي ده. لكن هو مخاوفه دي هتبقى نابعه من
العالم اللي حواليه، اصحابه، قرايب، الناس اللي بتقول ممكن حد يغيرها، لما تروح عند اهلها ترجع متغيره وهكذا، لكن ما تفكرش في الطلاق. طبعا. طيب هسأل سؤال، هل هي دلوقتي غضبانه ترجع بشروط؟ ترجع له يعني ترجع بشروط؟ تقول له بص حته اهلي بالذات، سيبك ما يهمنيش اي حد، انا يهمني الاهل طبعا، اهلي بالذات انا مش هقدر ابعد عنهم، انا بحبك وبموت فيك وانت كل حاجه ليا في الحياه زي ما انت قلتي، وتكبروا جدا جدا جدا، لكن انا اهلي ما اقدرش اتحرم منهم، فيعني ما تحرمنيش انا وابني من اهلي، ده الاهل عزوه. هقول لك على طريقه او تكنيك طب قولي لي للرجاله بقى على الهادي. بالراحه طبعا، ما قلت بالراحه. هي ترجع البيت من غير شروط، بس احنا عندنا مثل بيقول ايه، الزن على الودان ايه، مرة بالسحر. بس كده. لما كل يوم تقعد تتكلم معاه شويه، تقول له ماما وحشاني، انا خايفه يجرى لها حاجه، انا محتاجه اقعد معاها شويه، طب انا هروح شويه صغيرين وهرجع، انا ولو يعني انت بس رضالي وافق لي، تاخده على الهادي حبه حبه. انما الرجاله هتدخل لهم بشروط، هيقف بنديه ما ترجعيش. لا بصي هقول لك، فهي هي ممكن طبعا تقف في الحته دي، احنا مش عارفين شخصيته، مش عارفين هو بيفكر ازاي، ممكن توصل الموضوع لاكبر، او لا هي عشان كده لازم تستغل يعني لازم من دلوقتي تحط النقط على الحروف، بس في ناحيه بالسياسه. اهلها. بالظبط بالسياسه، ما بالظبط. بقولكيش بعنف، اوعي تعملي عنف، العنف ده اوحش حاجه بين وبتجيب الزوجين. عند مع انت بعض وكلم ناس، ما كلمش مامتك وباباكي، استعبطي، معلش خلي الناس يكلموا مامتك وباباكي. خلي مامتك وباباكي هم يكلموه، لا مش يكلموا، يتصلوا بيه يسألوا عليه، لا لا بصي يقولوا هقول له لك حاجه، انا اخبارك. ضد دي معلش طيب انا، لكن هم الناس الواسطه اللي اتدخلوا، اللي هيتدخلوا هم يكلموا الام والاب، برضو لازم يعرف ان الام والاب ايه. انا عارفه الحكايه دي لازم تتحدى شويه، ما بقولش بحديه، لكن انا قصدي الاهل اللي هم الناس اللي هو اتوسطوا اللي هم يعني هيتدخلوا في الموضوع، خليهم هم يكلموا الام والاب ويصلحوا الموضوع، هو هي بس ما ترجع. قالتش ان في مشكله، لا ما قالت صح؟ لك سايبه البيت هي سايبه البيت، لكن ما قالتش ان في بسبب ده، مشكله. ايوه، لا ما قالتش ان في وهو مشكله لما ما بين لجاش الاهل، لاهلها اهلها قالت نفسهم. كده، لقيته راح لجأ لناس قرايبي وما كلمش والدي ووالدتي عشان يرجعها لكن هو اصلا في مشكله بينه وبين والده ووالدته خالص. خالص، ما فيش. ما هو ما كلمهمش، ما كبرهمش، فهماني ان هو غيران، غيران هو عايز يمتلكها. هي يمتلكها. لو بالظبط. استسلمت للامتلاك هي لا هتعيش طول هي ما عمرها كده. تستلمش، لا هي ما ما تستسلمش ينفعش. للامتلاك، بس بالراحة خالص، بالراحة، ده وناخد اللي قلته. الموضوع ناخد الموضوع خلي بالراحة الواسطة تتدخل، ونتكلم خلي الواسطة تتدخل. بعد ما هي تحاول لوحدها. بالظبط. لو حاولت وحست ان في اصرار، ممكن حد قريب هو بيسمع كلامه او بيرتاح له يبدأ ياخد. وزن على ودارتك قلتي، بالظبط. الزن على الودان امر بالسحر، معلش سيبني اروح لاهلي، انا ما قلتلكش روح في حته لو تانيه. حتى هو مش عايزهم يجوا لها البيت، ما يجوش، هي تروح. وده برضو مبدأ مش صح، بس بالظبط. يعني بس يعني بالراحة، هنقول انه بيته، بس واحدة بالراحة واحدة. خديه بالراحة، طالما في مميزات تانية الطلاق ده آخر حاجة تفكري فيها، شيليها من دماغك، وخصوصا لأن ان هي العيب اللي قالت موجود ده بيحبك مش بيكرهك، هو من حبه فيكي عايز ياخدك لوحده، يمتلكك. فهو طبعا الحب ده ساعات بقى تقيل شوية على القلب، يعني ايوه. مبقاش يعني بقاش يعني فعشان كده يعني خدي الراجل بالراحة كده، حرام ما موتش ابويا، تدخله يعني خدشي له بالمشاعر. بكذا طريقة لغايه ما الطريقه المشاعر اللي تنفع. اللي هو والدتك ما تقدرش تروح ما تشوفهاش، انا كمان والدتي وما ينفعش، لازم واكيد اشوفها. انت كويسه مع اهله عشان كده، بالظبط. يقولي زي ما انا كويسه مع اهلك، خليك انت كمان كويس مع اهلك، عشان هما خاطري بيحبوك قوي، جيبيها له بقى من ودايما حتة بقى عشان خاطري. بيحبوك، بيمدحوا فيك، مبسوطين قوي بيك، فرحانين قوي بالظبط بيك، بالظبط. دايما صدري ان الام والاب يا سلام طايرين عندهم بيه. ده سبع البرومبا. خش في اللي بعده. انا متجوزه من 5 سنين وعندي بنت عندها 3 سنين، مشكلتي ان حماتي بتتدخل في تربيه بنتي، وكل ما اقول لبنتي على حاجه عيب تعدل عليا قدامها وتقول لي مالكيش انت دعوه، انا اللي هربيها لان ما بيعجبنيش اسلوبك انت واهلك في التربيه. صعبه شويه الحاجه قوي. واضحه. طبعا الكلمه ضايقتني جدا واشتكيت لجوزي وقال لي هي مش قصدها، لقيتها في موضوع تاني كررت نفس الكلمه، اتضايقت وواجهتها غلط غلط غلط، قالت لي انت عايزاني اجاملك، اصل انت متدلعه زياده عن اللزوم وانا مش عايزه حفيدتي تبقى زيك، والكلام كان قدام جوزي وما ردش عليها. مش هرد على امه طبعا.
انا دلوقتي سبت البيت ومشيت لاني حسيت ان جوزي ما عملش حاجه عشاني، هو شايف اني انا اللي غلطانه اللي المفروض استحمل عشان علشانه. قولولي بقى انا فعلا غلطانه واتصرف ازاي؟ هو انت غلطانه بس الدكتور يعني استاذه هبه تقول الاول اتفضلي. هي غلطانه عشان هي سابت البيت وعشان واجهت الست الكبيره او وقفت قدامها. فهي الفكره كلها فكره انا اتعامل ازاي مع الست دي، انا اتصرف معاها ازاي، هي والدتي بالظبط. طب لو انا اتعاملت معاها بشكل حاد او بشكل مش مظبوط، طب ما جوزي اللي انا بحبه هيزعل مني لانها والدته. فحضرتك كل اللي هتعمليه انك هتصبري على الطريقه دي، ولما حماتك او والدته تمشي انت تعاملي مع بنتك بطريقتك. لكن فكره انك تقعدي تقفي قدامها ند بند او تتكلمي معاها بشكل مش لطيف، ما هي برضو تعالي ندخل بقى في حته، هي عايزه تخلي حفيدتها احسن واحده وتعاملها حلو وتربيها بشكل معين، فممكن يبقى مش قصدها خالص. هنا هندخل في حته كده بنسميها في الكوتشنج النيه وراء السلوك. هي نيه الست دي في سلوكها خير مش شر، بس هي نيتها خير وتربي بنتك بشكل كويس. هي كلامها تقيل بس شويه، هي كلامها سلوكها شوي. ممكن يبقى مش احسن حاجه اللي هو كلامها وطريقتها، لكن هي ما تقصدش حاجه وحشه، فهناخد ده من الحته الحلوه وهنتعامل معاها بشكل الطف وهدوء على كده. لكن نرجع البيت بقى وما نزعلش وما نغضبش. لا طبعا. لا بصي عايزه اقول لك حاجه، انت غلطانه في زي ما قالت الدكتوره استاذه هبه زي ما قالت، وانا مش عايزه اقعد اعيد الكلام تاني، لكن هي انت سمعتي طبعا انت غلطانه في حاجتين. اولا الست الكبيره دي تحترم مهما كان، ما واجههاش ابدا، واوعي تفتكري ان جوزك قدام مامته وقدامك هيواجهها. ممكن بينه وبينه يكلم، بينها وبينه يكلمها، ومش هيقول لك انه كلمها بالظبط. خلي بالك ومش هيغلطها، لان مش هيصغر امه، دي امه، ام الام دي ليها وضع، فانت احتويها. اسمعي كلامي بقى، خليكي ست ذكيه كده واحتويها وكبري دماغك، ولما تقول كلمتين دول اضحكي وهزري معاها، ما تاخديش الكلام جد، بدلع معاها حبه بحبه، هتحبك وهتاخد عليك، خليها تحبك. لو حبيتك هي لوحدها هتلاقيها هتهديت. ايوه طبعا. وفي كلام هتلاقيها بتقوله لحفيدتها مظبوط وحلو في التربيه، بس خديه من الحته الحلوه، مش ان هي عايزه هي اللي تبقى متحكمه، مش هي اللي عايزه تربي. ده يا ريت خليها تربي معاكي، يعني يا ريت خلي بالها معاكي. ماما والله عندك حق، يعني كبري دماغك، كبري دماغك. الست برضه يعني ايه ابنها اتاخد منها وجاب له عيل وعايزه تحس ان هي لسه موجوده ولسه مع ابنها بتتحكم فيه، يعني برضو ده يعني يخليها ناخدها كده ايه بالراحه. ماشي هنطلع فاصل مع بعض، ايه رايك؟ فاصل ماشي، يلا بينا. يلا فاصل ونرجع مع بعض. خش على المشكله اللي بعدها، يلا بينا. يلا بينا. انا انسه عندي 43 سنه، عايشه مع امي واخويا الصغير. اخويا الصغير بابا اتوفى من 5 سنين، هو كان مدير عام في الشباب والرياضه. المهم ان المفروض دلوقتي باخد مصروف 500 جنيه، بس ده مش عامل اي حاجه، والصراحه انا تعبت، ولما اقول انا عايزه ازود الفلوس بيتقال لي عيب ما يصحش، مع ان ده معاشي من والدي، بس انا مش باخده كله. طيب ده طبيعي، مامتك موجوده. انا بجد تعبت ومش عارفه اعمل ايه. اخويا الصغير بحس كانه بيعمل لماما غسيل مخ لما يقعدوا سوا، وخصوصا لو في اي موضوع اكون انا وهي متكلمين فيه ومتفقين على الراي، يجي هو ويغير رايها بسهوله، وبتسمع كلامه في اي شيء حتى على حسابي في كل حاجه. انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه، ومفيش حد بيعرف يعمل معاه حاجه، ولا خال ولا عم، ويقول ان انا راجل البيت، ده حتى بيتحكم فيا وانا مش عارفه اعمل ايه. قولوا لي رايكم، ماما بتخاف على زعله جدا. هي مبدئيا لازم تبقى عارفه ان في مصاريف بيت. فهي انا مستغربه حاجه ممكن اقولها. هي بتشتغلش ليه؟ كنت لسه هاجي في الجزء الثاني. يعني 43 سنه اشتغلي او حتى لو من البيت، حتى بالظبط كده، حتى حاجه من البيت تساعدي بيها بدخلك، لان اكيد الحياه دلوقتي غاليه.
اكيد مامتك او اخوكي مش واخدين الفلوس وعندهم فائض يعني وشايلينه عنك طبعا. اكيد الدنيا في التزامات في البيت، وبعدين والدتك اكيد ما بتشتغلش، فبالتالي هو الفلوس دي هي ما بينهم وما بين بعض. هي لازم تشتغل، وانت لازم يبقي بتشتغلي عشان يبقى عندك دخلك الخاص اللي ما حدش يقولك هاتيه او خديه، ده انت المفروض تشتغلي عشان اصلا تساعديهم. ففكره انك الفلوس قليله، المفروض تفكري في انك تزودي دخلك انت كشخص لوحده في البيت، مش تعتمدي على الفلوس اللي بتجيلكوا من والدك. انما فكره اخوكي والجزء الثاني بقى بتاع اخوكي وان هو بيعمل لماما غسيل مخ وكده، والدتك عمرها ما هتحب اخوكي اكتر منك، انتوا الاثنين هتكونوا عندها نفس الغلاوه نفس الغلاوه. فده بيرجع لان انت عندك حاجات قديمه جواكي مترسخه كده وشايفاها، فدايما تشوفي ان اخويا الصغير مثلا ماما مدلعاه، كانت بتجيب له ما بتجيبليش الحاجات دي. هي بتقول ان هي كانت بتتفق مع مامتها على حاجه، لما بيجي اخوها يتكلم مع مامتها بتغير رايها. مامتها بتغير رايها. آه. ممكن يكون اخوكي بيقنعها بحاجه تانية، بس الحل هنا في الجزء ده او نصيحتي ليكي انك تقربي اكتر من اخوكي. فكره انك انت واخوكي تبقوا قريبين طبعا مهمة، وهو يفهمك. هو سندها وظهرها في الاخر. كنت لسه اقول خلينا عارفين ان في الاخر بعد عمر طويل ربنا يخلي مامتك اخوكي اللي باقي لك، فلازم تبقوا قريبين تحت اي مسمى عشان انت وهو مالكوش الا بعض، فمهم جدا تبقوا قريبين جدا، لان فعلا في كتير بيوت بقى في خلافات كتير بين الاخوات، ده بيزعلني قوي 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 قوي. لان كلنا مجرد ما الاهل يعني ما بيبقوا مش موجودين نتخانق. بيحصل تفكك، ما بيسالوش بقى عن بعض وما بيكلموش دي بعض، دي حاجه مش صح خالص اصلا، وده مش صح، ده دم واحد، ده اخوات بالظبط. فعايزه اقول ان يوم ما تقعي في مشكله حقيقيه هو اللي هيوقف لك بالظبط، خلي بالك. فيعني انت ما تخسريش اخوكي، ده الراجل الوحيد اللي معاكوا دلوقتي. انت خدي المواضيع بالسياسه، وانت لازم تشتغلي، دوري على حاجه اونلاين ادرسيها وتعالي كله اونلاين وانت في بيتك. وانت في بيتك في حاجات كتير جدا جدا ممكن تعمليها، ممكن تعملي اكسسوارات وتبيعي، ممكن تعملي اي حاجه اي حاجه من البيت، بس لازم تشتغلي. اعملي اكل، ما تنتظريش مصروف، اعملي اكل، اعملي اي حاجه، فهماني؟ واتفقي مع مامتك، قولي انا هعمل مشروع كذا ليا عشان بدل ما انا اتقل عليكي وانت محتاجه ممكن اساعدك. بالظبط. فدي حاجة مهمة جدا جدا، دي هتريحك نفسيا قوي، وما تحسي نفسك عملتي حاجة ونجحتي. حاجة لنفسك. طبعا. ونجحتي فيها هتنبسطي جدا، رأيك إيه في الموضوع؟ لا طبعا، ده أساسي. صح، نخش في اللي بعده؟ يلا بينا. ماشي. أنا عندي أخت مطلقة وجوزها مش بيصرف على ولادها، ولادهم يعني. وهي المسؤولة عنهم ماديا، وبتشتغل وتتعب جدا والفلوس مش مكفياها. المهم لما والدي توفى أنا سبت ميراثي لأختي، عشان هي صعبت عليا جدا ومتبهدله علشان تصرف على اولادها. ولكن بقى الاخوات هنا هنا معانا فوق الوصف. ولكن دلوقتي جوزي متخانق معايا وسايب البيت، عشان شايف ان ازاي اعمل كده، ازاي ادي اختي الورث بتاعي وانا وولادي اولى والبيت اولى من اختي. وانا قلت له البيت والاولاد مسؤوليتك، انا الورث ده بتاعي، الورث ده بتاعي وانا من حقي اعمل فيه اللي انا عايزاه. مين غلطان، انا ولا هو؟ وقال هو من حقه يتحكم في الميراث بتاعي ويعمل مشكله بسببه، خصوصا ان انا مش محتاجين الحمد لله، مش اغنياء قوي، بس الدنيا ماشيه كويس. ايه رايكم؟ رايك ايه بقى؟ لا انا رايي ان هو غلطان، لان فكره ان هي يتحكم في ورثها، هو مش المفروض ان هو يقول لها اعملي ايه في ورثك. هي لو تطوعت من عندها وحطت فلوس في البيت او حطت فلوس معاه من ورثها كتر خيرها، لكن مش طبيعي ابدا ان هو كمان يسيب البيت ويقول لها ما تديش لاختك. ده هي هنا هتبدا تقلق منه اصلا. يعني هو كشخص هي هتخاف منه، لان هو مش رحيم كفايه، هو مش شايف الوضع اللي اختها فيه، وبعدين هو المفروض يساعدها وملهوش دعوه بالفلوس دي. هو ما دام هو بيصرف على بيته ومسؤوليته خلاص، الفلوس دي يعتبر ان هي مش موجوده اصلا، ما جاتش. فانا شايفه ان هو اللي غلطان طبعا في الجزئيه دي، وهي جدعه جدا جدا مع اختها. موقف حلو قوي منك بصراحه. فخليكي مع اختك وسنديها وقفي جنبها دايما، بس خديه بالراحه، بس خديه بالراحه، بصي كل حاجه بقى بالراحه بالراحه. هو ماشي زعب ابو ساب البيت وبتاع، صلحيه ورجعيه، ما انت خلاص اديتي الورث،
يعني دي مش خلاص عملتي اللي انت عايزاه؟ بالظبط. خلاص عمل اللي انت عايزاه اتعمل، فهو لا هيرجعه تاني ولا انت هتاخديه من اختك تاني. بالظبط. خلاص انتهينا، مش هينفع تعملي كده. فيا ستي صالحي المشكله صالحي ويرجع بيته وفهميه وخديه على قد عقله ومشي امورك معاه، خدي بالراحه وبتاع، لان هو برضو انسان كويس ظروفه كويسه وده ابو ولادك. ما ينفعش ما ينفعش خالص انك انت تخسريه. فانت يعني ايه، خدي المواضيع كده بالراحه معاه. وبرده الدكتور يعني استاذه هبه، مش مسميكي دكتوره ليه؟ هناخد انت الدكتوره خلاص. دلوقتي. الاستاذه هبه هتقول رايها في اللي انا بقوله. الهدوء في التعامل مع الزوج او الزوجه ده من يعني حاجه السحر. مهمه جدا. سحر سحر فعلا. خلاص. لان الفكره انك لما تاخدي الموضوع بالراحه اللي قدامك ما بيقفش قدامك، فانتوا الاثنين ده انا يعني لما بيبقوا اتنين بيتخانقوا بنقول لهم افصلوا وقفوا خناق او ما تحتكوش ببعض او ما تزعقوش لمده على الاقل من 20 ل 30 دقيقه على ما تهدوا عشان تعرفوا تتعاملوا تاني، لان في ده حته مش كمان صعب. مهم قوي بقى، في ناس بتلجأ تحل مشاكلها مع ناس مش متخصصين دي حقيقة. ويقولوا لكم آراء غلط. خلي بالكم من حياتكم. لا اللي وفي تقول لك اه اتطلقي يعني ايه، يقول لك جو اختك وفلوسها انت تجنن سيبيه يتفلق. محدش ايه شايف ده والكلام ده، طبعا ده بيخرب بيتك مش بيصلح. احنا هنا في البرنامج بنصلح وبنجيب ناس متخصصة عشان تقول لك الرأي الصح. يعني ممكن اقول رأيي بس مش متخصص، لكن ممكن تعدل عليا الاستاذه هبه او يضيف معايا يعدل على اللي انا بقوله لو انا بقول كلام غلط. لا فهماني؟ لازم. وخبرات الصحاب ايوه تقعد تقول لك ده اوعي عاملين مش عارفه. انا دايما بقول مش والجروبات اللي بتنزل البلوزه حياتك بتاعتي، فيها دي البلوزه بتاعتي مش مقاسك، مش مقاس واحده تانية، كل واحد حياته على على مقاسه. فكره ما ينفعش حد ينصحني في حياتي وانا وهو ما عندوش خبره او ما عندوش ده في مشكله اكبر، اكسبيرينس. الجروبات اللي بيقعدوا يحكوا مشاكلهم في بعض. دي اوعوا يا كارثة جماعه، بصراحة، يا جماعه خلي بالكم الموضوع ده جدا جدا جدا. خطيرة جدا انا اقعد الموضوع. اخلي حياتي بابليك كده على الناس كل الناس تسمع لا مشكلتي، وبيحكوا فيها ادق مش الاسرار. اوعي. وبعدين بقى كل واحده تطلع لك بكلمه تقوم تسخنك، تروح انت بقى شمبوله، تروحي واخده الموقف وترجعي تندمي اشد الندم ومفيش حد اشد حواليكي. الندم، وحدش هيطبطب عليكي. بالظبط. اللي هيقول لك اتطلقي ولا خربي بيتك ولا زعلي لا جوزك هيصرف على ولا اولادك ولا قومي هيخلي باله اشكوميه منك ولا ازاي، اوعي. مفيش اتفضلي برضو حد. حضرتك قولي بقى. يعني لا هيصرف عليكي. اللي بيقول لك ده لا عارف انت عندك احتياجات ايه ولا عند اولادك ايه ولا نفسياتهم هتكون ازاي ولا مين هيبقى معاكي في الحياة ولا جوزك ده لما هتطلقي منه هتسيبيه فهيحصل بينكم مشاكل ازاي. في قصص كتير وعيال جدا، بتتشرد وشغلانه ويتجوز قصص واحده تانية يجيب لها عيال تانية ويمكن يتجوز واحده تانية يجيب، والدنيا قصص بتتبهدل الصراحه. يعني لازم الطلاق ده تكون حاجه كبيره جدا تستدعي الطلاق. بالظبط. لازم انا يبقى في كارثه. دي مش كارثه، دي مشكله. بالظبط. ومشكله يا وتنفع ستي هو تتحل. زعل ان الفلوس ما جاتلوش، عامل حسابه مثلا هيعمل بيها حاجه معاكي، مشروع بالظبط. معاكي، حاجه، هيغير حاجة. وبعدين ما جاتش زعل، فعادي صالحيه عادي جدا. وخلاص الفلوس راحت لاختك وتمام، وانت عملتي موقف يعني انا بقول لك 10 شافوه على عليه 10 صراحة. صراحه. صراحة. انت برافو عليكي، واي حد محترم ابن ناس متربي كويس هيعمل الموقف بتاعك ده، انه هي الست شقيانه وتعبانه وانت مستقره في حياتك وربنا يخلي لك جوزك. دايما يا جماعه بلاش كلمه الطلاق على طول، وانا هخلي برضو الاستاذه هبه تقول ورايا الكلمتين انا هقولهم. بلاش سرعه كلمه الطلاق وسرعه الغضب وسيبان البيت. حلوا مشاكلكم بعيد عن الاهل. ليه؟ انا ما اقولش الاهل غير مشكله كبيره. الاهل هيشيلوا من الزوج او هيشيلوا من الزوجه، خلي بالكم، وهم مش هيسامحوا، لكن انت او هو هتسامحوا. فدايما خلوا جوه بيتكم، حلوا مشاكلكم. سيبان البيت ده مش حل حلو. وانا بقول لك رجعي جوزك بسبب المشكله دي، رجعي جوزك. بس انا بتكلم في العموم ان الناس بنخلي بالنا ان مشاكلنا جوه بيتنا ونحلها بالراحه وبالهدوء. وساعة العصبية ما بتحلش حاجة، نستنى بقى لما الدنيا تهدى شوية وبعدين نتكلم. بالظبط. برضو هقول رأي يعني قولي رأيك في الموضوع اللي لا احنا هو بنتكلم فيه. صح كده. انا ملاحظه ان اكتر مشاكل الناس بقت بتتلكك لبعض ويلا هنتطلق، وكأن الطلاق ده حاجه سهله جدا.
الطلاق ده فيه كمية وتروح عشرة مشاكل، البيت. وبيت بيتدمر وولاد ومشاكل ليه، وخصوصا زي ما حضرتك قلتي ان هي مشكلة مش حاجة كارثية او حاجة مش راضية تتحل، او انتوا ايوه الاتنين قررتوا انك مش قادرين تكملوا فخلاص، لا دي مشكلة وينفع ان انت تحليها. والنهاردة كل مشاكلنا اللي جاية معانا لا فيها حاجات كلها تنفع تتحل حل، وكلها ينفع ليها حلول. تتظبط، ولكن كل من اول ما بدأنا وكلهم عايزين يتطلقوا وعايزين يسيبوا البيت، ولا الحياة مش كده خالص، لازم نستحمل شوية ونصبر على بعض شوية وناخدها بالهداوة وناخدها بالحب بالعقل وناخدها بالعقل، وامتى اشد شويه وامتى، وحتى لما اجي اخد حقي او اجي اقول لجوزي او اقول لمراتي انك غلطانه اقولها بحب بطريقه كويسه تخلي اللي والله قدامي، النتيجة هتبقى هايلة. بتخلي اللي قدامي اصلا يمتص غضبه. يمتص ويبقى هو كمان حاسس بندم وزعلان ويراضي فيا وبحب، انما فكره اني نديه قدام بعض ما عارف، بتحلش، انا بتخرب. عمري في حياتي كده اراجع شريط حياتي كله، لا مع زوج ولا مع ابن ولا مع اهل ولا مع اصحاب، بهاجم. ابتدي زي انا زعلانه منك بحب عشان كذا كذا كذا، بود بدلع كمان كان يعني، عارفه ايه، بالظبط. مقموصه بقى، عارفه القمص يعني، انا مقموصه منك بس عارفه تيجي تقولي ليه ومش عارفه ايه، اقول عشان كذا انا كذا زعلانه كذا كذا منك وواجه. وصالحيني. ايه انا زعلانه منك وصالحيني. بالظبط كده. برضو مع الزوج نفس الكلام يا جماعه، بالظبط، او الزوجه تفرق. يعني، لو رجاله بتسمعنا او استاذ بتسمعنا، ليه العنف؟ ليه العنف؟ العنف ما بيجيب وراه بيحلش. مشاكل، هيبقى عنف قدامه، عنف قدامه، طلاق قدامه، تشريد عيال. طب ليه ما من الاول نلم الموضوع بالعقل كده وبهدوء وبالراحه؟ اعقلوا كده واهدوا، وربنا يهديكم كلكم. الشباب الجديد متهور وعنده كل كلمه طلاق، اجري طلاق اجري طلاق، اوعوا الكلمه دي ما اسمعهاش، اما حلوا تبعتوا لي رساله مشاكلكم. ما تقوليش طلاق. انا بقول لا، يعني لازم يكون في حاجه كبيره جدا، بيضرب بيعور يعني، حاجات العنيفه. لكن خلافات لا يا جماعه، لموا بيتكم. وخلي بالك، لا حد هيبقى كير على اولادك قد ابوهم، والراجل بقول له ما حدش هيبقى كير على اولادك قد امهم. بالظبط. وطالما في بينكم حته حلوه، حصل خلاف امتصها، امتصيها، ما فيش مشكله. حتى لو اللي قدامي غلطان ممكن اهدي اللعب، وبعدين بيني وبينه في ود كده لومه. مادام مفيش حاجة قوية تستدعي الانفصال فنبعد الفكرة دي عن دماغنا خالص، فكرة ان انا انفصل عن زوجي او عن زوجتي عشان اسباب، يعني الحياة كلها مشاكل، المشاكل دي بتحلي الحياة وتخلينا نحس قد ايه ان احنا مفيش حياة جنب من غير بعض. مشاكل، مفيش بالظبط. يعني أسرة مع بعضها بتخانقوا عادي، بس بالراحة، كل حاجة بالراحة. أنا بشكرك جدا، وآرائك جميلة جدا، وسعادتنا جامد النهاردة، وطبعا برضو سعادة السيدات اللي هم باعتين المشاكل، فمتشكرين جدا على مجيك أنا اللي ونورتينا. مبسوطة إن كنت بس معاكي. هنطلع مع بعض بقى على فن الأداء الصوتي، نورهان، فهنشوفها مع بعض الفقرة اللي جاية إن شاء الله. ضيفتنا النهارده ضيفه جميله جدا، قدرت تستغل قدراتها في تغيير نبرات صوتها انها تشتغل في مجال التغيير الصوتي او التعليق الصوتي. حقيقه النجمه اللي معانا هي نجمه في مجالها حقيقه، نورهان السيد. هي اشتغلت في المجال ده وبقت نجمه فيه، لدرجه انها بقت الصوت الرسمي لوزارات ومؤسسات وبنوك، وكمان ده داخل مصر وخارج مصر. اهلا بيكي، نورتينا. ميرسي يا زلمه. هي اهلا وسهلا بحضرتك. يعني ايه بقى حكايه النبرات اللي بتتغير دي، وقدرتي دخلتي المجال ده ازاي؟ يعني اكتشفتيه، الموهبه دي اكتشفتيها ازاي؟ هو المجال او ان انا دخولي المجال بدا معايا صدفه بحته من حوالي 3 سنين. انا زمان قوي في الجامعه وبين صحابنا وكده كنا بنغني، اللي هو نوري صوتك حلو مش عارفه ايه. بس ده انا يعني هنسمع بقى. بس اللي هو تعليق صوتي ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه فويس اوفر، ما كنتش اعرف ان ده صوت الاعلانات. في ايام بقى ما اتحبسنا في البيت وكورونا والحاجات اللي حصلت دي، بالصدفه انا بسكرول على الفيسبوك فقابلني على جروب ما بوست لبنت، بالمناسبه اسمها صفا عفيفي، هي اللي مدخلاني المجال. يعني انا دايما برجع الفضل ليها في كل حاجه بتحصل لي بصراحه.
فلقيتها منزله صوت حدوته كده وبتقول انا فويس اوفر وبعمل حاجات من دي. فقلت لها انا بعرف اقلد الاصوات وبعرف اعمل حاجات من دي. فقالت لي كلميني. فكلمتها فقالت لي ده حاجه اسمها فويس اوفر وبعتي لي سامبل بصوتك. فبعت لها قالت لي صوتك حلو جدا، يعني انت مش فويس اوفر اصلا؟ قلت لها لا، انا اول مره اعرف اصلا يعني ايه فويس اوفر. فقالت لي لا صوتك كويس جدا. ومن هنا بقى بدات اعرف يعني ايه فويس اوفر، بدات ابحث على جروبات الفيسبوك، بدات اجرب، فلقيت الناس بتتفاعل معاها قوي، اللي هو صوتك حلو قوي. فبدات هنسمع. ميرسي. تاني بقى ستوب بقى عشان في مفاجاه انا عارفاها. قبل ما نكمل كده اسمع المفاجاه. اول حاجه احنا عاملين حاجه صغيره البرنامج كده. اهلا ومرحبا بكم في برنامج كلام ستات. للغه العربيه اضغط 1، فور انجلش بريس 2. للتواصل مع نهال عنبر لحل مشاكل الستات برجاء التواصل على صفحتنا على الفيسبوك. الله الله الله. طب انا عايز اسمع غنوه، معلش انا طماعه. هو بصي انا الاغاني مش مجالي. عارفه لو انا زمان كده كنا بنغني في حاجات سبيس تون بقى والحاجات الصغيره دي، فاهمه؟ يعني مش غنى غنى يعني. بفكر الفتره الجايه ادرسه كدراسه. طب حلو، يعني في حته في لو الصوت بقى في جمله تتقال ولا لا؟ ممكن نخليها في الاخر بعد ما نخلص. طب خلاص نخلص الاول، كملي يا حبيبتي. فمن هنا بقى عرفت انواعه، عرفت بقى ان ده في وثائقي وفي الاخبار وفي الرد الالي اللي هو الاي في ار وفي الاعلانات، حتى الاعلانات نفسها ليها انواع. بدات بقى ادرس الحاجات دي، بدات اشوف قنوات يوتيوب بتتكلم على الموضوع ده واخده خلاص انا عايزه اشتغل كذا، انا هسيب مجالي وهشتغل فويس اوفر. طبعا دي كانت مفاجاه. ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ ايه اصعب حاجه تعرضت لها؟ ان انا مش عارفه اوصل للعميل في البدايه. اللي هو طيب انا تمام، انا مستعده يا جماعه اشتغل ازاي بقى؟ يعني اوصل للكلاينت ازاي، او اقول له انا صوتي حلو، او اقنع المؤسسات ازاي بصوتي؟ دي كانت اكبر حاجه واجهتني في البدايه كمشكله، لحد ما لقيت طب انا ممكن انزل على السوشيال ميديا واشوف جروبات الفويس اوفر، ان انا ممكن يا جماعه انا ده شغلي، واعمل بيج على الفيسبوك وممكن الكلاينت هو اللي يجي لي. ومن هنا فعلا انا جالي اول كلاينت في حياتي، كان رد قالي لمجموعه الصيدليات يا مشهوره. وده كان من وجهه نظري ازاي، طب انت اخترتني؟ ايه ده؟ ده يعني اول حاجه اعملها اعمل حاجه كده. فكنت مبسوطه جدا، وخاصه ان هو اللي مكلمني. عارفه اصرارك وانا احب البنات اللي هم يبقى عندها اصرار. يعني موهبه مع اصرار مع ذكاء ينجحوا. عشان كده انت من اشهر فويس اوفر في العالم بقى، مش بس في مصر يعني. طيب ايه بقى اول اعلان قدمتيه؟ يعني ايه الاعلان اول واحد خالص؟ هو ده بتاع الصيدليه زي ما بتقولي ولا حاجه ثانيه؟ ده اي في ار كنت عملته لمجموعه صيدليات. كانوا شافوا حاجه كنت مشيراها على الجروب، فكلمني على البيج عندي وقال لي احنا عايزين نتعاون معاكي وعايزين نعمل رد آلي لصيدليه كذا. وبالفعل يعني اول حاجه صيدليه. انا فاكراها كان 17/3/2021، يعني التاريخ ده مش قادره انساه صراحه. طبعا طبعا. بس قبلها كنت بشتغل حاجات سوشيال ميديا، حاجات بقى قنوات يوتيوب. كان في شركه ما صينيه كده، هم اول حاجه اخترعت موضوع ملخصات الافلام والحاجات اللي في البدايه دي. دي اشتغلت معاهم برضو فتره، كانت الفيديوهات بتجيب عدد فيو رهيب. فانا اشتغلت حتى فيها وصوتي كان مسموع في المجال ده قبل مجال الاعلانات. يعني انا حتى سبب دخولي للفي او ان انا كنت بحب اقلد اصوات، اعمل حاجات وثائقيه. شغفي الاول والاخير الاخبار، يعني انا من ضمن طموحي بقى ان انا بجد عايزه اشتغل مذيعه اخبار في بلدي. انا اشتغلت بره. هو صوتك حلو يعني، القائك كنت بتتكلمي صوت حلو. يعني انا اشتغلت مذيعه اخبار سنه وشهر في دوله افريقيه، هي الدوله ناطقه بالفرنسيه بس انا كنت الاذاعه العربي بتاعتهم. فلقى والخليجي اخباره ايه؟ موجود. عايز اسمع حته خليجي كده. انت ازاي اتقنتي لغه الخليجي؟ برضو من ضمن الحاجات اللي انا حبيت ان انا اتوسع فيها، ان انا لما كنت على مواقع الفريلانس او كده، ما انا بقى عايزه ادور على شغل، بقى عايزه اتوسع اكتر. فكنت بلاقي مثلا مطلوب معلقه صوتيه لهجه سعودي، فلا طب ما اشوف اللهجه السعودي دي بتقول ايه بقى. سمعينا كده حاجه زي ما سمعتينا الاولانيه كده. اوكي. اذا تبي بشره مشدوده وما يبين عليك العمر تواصلي معنا، راح نحكي لك بوتوكس باجل الاسعار. طب فين ده؟ عايزين نحجز. اغلب شغلي في السعودي. بوتوكس هتلاقي كل اسبوع حجزت. بالظبط. اغلب شغلي في السعودي، السعوديين شويه بيهتموا بمجال التجميل والكوزماتكس وحاجات. طبعا اغلب الشغل جري على طول. بالظبط. طيب بدات اسمع مسلسلات بقى خليجي واغاني لحد ما لقطت اللهجه. طب كويس والله، برافو انك اتيتي بالودن. لا واضح ان ودنك كمان حلو. بترد بسرعه غير مره بس. لان اتكلمتي باتقان على معلوماتي. يعني على الودن لا سمعها. طيب انت عملتي افلام كرتون وحاجات كده، ايه الفرق بقى؟ طبعا ده تمثيل، ده لازم اداء تمثيلي. فاداء التمثيلي بتاع الكرتون هل اصعب من الفويس اوفر العادي ولا بتحبي ايه اكتر؟ بصراحه انا بحبهم الاثنين.
لان انا دايما بشوف التمثيل الصوتي جزء من اجزاء التعليق الصوتي، بس التمثيل شويه محتاج صعوبه، لان شفتي بقى حضرتك ما تتقمصي دور انت بتتقمصيه بس بصوتك. طبعا انا عملت قبل كده اصلي حاجه بالظبط، فاللي هو لا يعني انا لازم اقنع اللي قدامي ان انا مثلا سي لو هعمل شخصيه طفل مثلا 10 سنين فلا ما يشكش ان انا حد كبير. طب تمثلي لنا حاجه يعني حاجه تكوني عملتيها وفاكراها. في مسلسل انا شغاله عليه دلوقتي تمام. تعملي سن كبير صغير يعني اعملي لنا كده تشكيله. اوكي ماشي. الجهازان معطلان الان ودرجة حرارتهما مرتفعة كثيرة، سوف أحاول قدر الإمكان أن أقلل درجة الحرارة. ده الصغيرة. أه ده الصغير. ردي بقى. أفتكر اللي هو رد كان دور تاني، دور حاجة زي السيرين بقى والدور ده، اللي هو أتى إلي الأطفال اليوم متأخران كثيرا وسألتهما عن السبب، لكن من وجهة نظري كان غير مقنعا بالمرة. ما شاء الله جبت كل التونات. لا بس ما شاء الله جميلة. ممكن تعمل صوت عجوزة يعني، بنحاول نلعب بصوت قدر الإمكان على حسب الشخصية. واللي كان برضو بيعجبني قوي اللي هو أنا كنت دايما لما قبل ما أسمع الفي أو أو قبل ما أعرف عن المجال، لما أجي أتصل بخدمة العملاء ويجي مثلا حد يكلمني خلصي بسرعة بقى في إيه، فاللي هو يا جماعة ملهاش ذنب والله، لما أنا اتحطيت مكانها ملهاش ذنب، محدش يشتمهم. أقول لك حاجة، أنا بعمل كده أما أكون مستعجلة. أيوة بالظبط. بس أنا ببقى عارفة أدوس على زرار إيه. أنا ببقى ساعات لو حافظة مثلا الموبايل. أيوة. مثلا لما بتكلم ولا حاجة عارفة أدوس زيرو عشان حد يكلمني، أروح دايسة زيرو بسرعة. فلو لا بس ما بيطول يعني إيه، ممكن كلمتين أستحملهم، ثلاثة ماشي أربعة، لكن أي إعلانات بقى دخلت مش بس فويس أوفر. بالظبط. إعلانات بقى دخلت وأغاني وأنا مستعجلة عايزة الرد. أنت هل عندك موهبة تانية غير موهبة الفويس أوفر؟ يعني دي خلاص عرفناها وضحت جدا. أوه. هل عندك حاجة تانية؟ هو أنا شايفة أن الميديا كلها منفتحة على بعض. بس أنا من زمان أنا بكتب. والله. بكتب روايات وبكتب حاجات من دي، ومؤخرا عشان الإعلانات بقى شغلي فيها أكتر حاجة. بقيت بكتب إعلانات. يعني في مثلا كلام، بس الصراحه مش بستغلها قوي يعني، اللي هو لا انا معايا تيم اكتب الاعلان وخلاص. ضغطت بقى ولازم انا اكتبه، لا ما عنديش مشكله ان انا اكتبه وقتها. بس في بقى كونتنت كريتور بكتب، نزلت بروديوسر في قناه ما قبل كده. والله. فبحس الميديا كلها منفتحه على بعض. بس على فكره دي شطاره منك، بحاول اوصل بجد. قدوه للشباب. يعني انت كنت قاعده في البيت مش اي حاجه. في الشغل مجالي بعيدا تماما عن الاعلان، مجال خالص. وانت ابتديتي تنكشي على بالزبط. حاجه حباها ولقيتي نفسك تنفعي فيها، وبعدين ما سكتيش على دي بس، يعني ده موضوع ودخلتي على مواضيع تانية. دي حقيقه. بس يعني ايه رساله للشباب صغنططه كده صغنططه. ده مهم جدا جدا ان احنا ندور على الحاجه مش الحاجه اللي بتيجي عندنا، والاستمراريه. طبعا والاستمراريه. ويفضل عندنا نفس الحماس اللي احنا بنعمل بيه، يعني بالزبط. من اول بدايه لغايه النهايه، مش نتحمس في الاول ونهدى. بالعكس انا مبسوطه منك جدا ان انت يعني عملتي كذا حاجه. هو انا مؤمنه دايما يعني. مؤمنه بالسعي، اللي هو انا هسعى ربنا بقى هيأجرني على السعي، سواء انا وصلت وحققت اللي انا عاوزاه او لا. طبعا. ده النجاح. دي برج ايه؟ الثور. اصرار اصرار. يا لو انا هجيبك هجيبك. هدف هيجي هيجي. طب اكتر فيديو عملتيه في السوشيال ميديا وعمل مشاهدة؟ ده بقى كان صدفه بحته برضو قوي. لو انا حاجات اللي بتعمل واو في حياتي بتبقى صدفه. لو انا كنت جايه من خروجه مبسوطه مع اصحابي، فجت في دماغي فكره كده، اللي هو يعني اكيد في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تعليق صوتي زي ما انا ما كنتش اعرف يعني ايه تعليق صوتي. ففتحت الموبايل، يا جماعه انا حواليكم في كل مكان بس انتم ما تعرفونيش، انا بعمل كذا وبعمل لهجات وبعمل كذا كذا. الفيديو ده انا لقيته اللي هو طرقع مره واحده، وحد من زمايلي اسمه احمد جابر قال لي بصي انا عشان هو يستحق ان هو يوصل انا هحاول اعمل لك عليه سبونسر ونشوف هيعمل ايه. عملنا حاجه عبيطه كده اللي هو بنجرب اصلا. لقينا الفيديو جاب 2 مليون و700 مشاهده. جميل. لان انت عامله فيه الاداء الصوت بتاعك بالظبط، اللي هو مع ان كان تصوير عادي، لو انا بفتح الموبايل كده بجرب اصور بس. هي في حاجات بتبقى الناس بتحب تتفرج عليها، بالذات الحاجات الجديده. خلي بالك اي حاجه بالظبط ما يعرفوش يعني ايه اصلا فويس اوفر. فويس اوفر انت عرفتيهم بيها بالظبط. واللي يقول لي انا ببقى في البنك اندهي على دوري بسرعه. فيعني حاجات اللي هو لا احنا بنسمعينك بس ما نعرفش فعلا الشخصيه دي مين. ايه بقى الفويس اوفر بتقول ايه في البنك؟ الادوار بقى. بس مفيش فلوس للاسف. هي مره واحده وخلاص. الدور ثلاثة دور أربعة. اللي هو مثلا عميل رقم خمسة شباك رقم أربعة. أيوة صح، هو ده هو ده بتاع خمسة وأربعة بقى. أنت هو أنت بس، هو الأرقام بقى كلها ورا بعض، انده على الأرقام بسرعة والنبي.
لا بس والله برافو عليكي انك انت يعني توسعتي في بنوك، مؤسسات، شركات بره مصر. بقى فين ايه البلاد اللي عملتيها؟ اشتغلت في الكويت اخر حاجه كانت في وزاره ما تبع الكويت، كان حمله ضد التنمر، فانا اللي مسكت الفي او بتاعها من اي تو زي كراوي وكدوبلاج صوت البنات صغيرين. واشتغلت في دبي الامارات كذا حاجه، واشتغلت في السعوديه، واشتغلت باللهجه في قطر. المصريه ولا باللهجه بتاعتهم؟ لا يا اما سعودي يا اما فصحى بيضه اللي هي لغه النشرات بتاعتنا العاديه دي، اللغه العربيه الفصحى. بس اشتغلت قبل كده من اول ما بدات الانتخابات الالمانيه النسخه العربي، عربتها، عربناها. والله حلو قوي، جميل. دي كانت من الحاجات المهمه اللي انا اشتغلت طبعا عليها. ده ما شاء الله كله مهم. ميرسي والله. بصي بقى انا ما بنساش اللي بطلبه. انا من نوع اسيبك براحتك كده شويه. أيوه. لكن ارجع للي انا طلبته. معلش انا صوتي مفحوح النهارده. لا لا خالص والله، الف سلامه. بس قولي لي بقى، لازم اسمع حته غنوه صغنططه كده. والله انا بصي مش محضر، اتغفلتي ودي بس حاضر. انا ما فوتش حاجه. اصابك عشق ام رميت باسهمي، فما هذه الا سجيه مغرمي. أيا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي. أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم. الله، لا والله حلو قوي على فكرة. أنا مش دارسة بس واخدة الأغاني بالحب كده. لا بس أنت فكرتي تتدربي؟ فكرت أدرس وأوصل تعمليها بروفيشنال يعني، وتخشي تعملي أغاني وكده، ولا ما فكرتيش في الحتة دي؟ جت في دماغي فكرة وفكرت إن أنا أدرسها، بس إن أنا إيه ممكن أدندن مع نفسي كده، ما حاسة إن أنا. بس صوتك حلو، تيجي منه. عارفه يعني انت لو كمان اتدربتي، بس انت من غير تدريب. لا خالص، انت كده تلقائي وصوت حلو ومظبوط ودن حلوه وظابطه النغمه كويس. اعتقد لو اتدربتي ودخلتي في المجال ده برضو جنب، مش ما عندوش مش جنب الفويس اوفر، بس بيش الفويس اوفر. لا مش هسيبه، لان انت خلاص عرفناكي في البنوك والمطارات. انا سبت مجالي عشانه. فلا مش هسيبه طبعا. لا بجد نورتينا. ميرسي والله. وانت مثل جميل جدا للشباب. تسلمي لي. اللي هي اللي عندها طموح وعندها اصرار وعندها مصابره. مفيش حد ما بيتعرضش لمشاكل، اكيد تعرضتي لمشاكل، لكن كنت اقوى منها، ودي حاجه جميله قويه. برج الثور تمام. لا نورتينا وشرفتينا ومثل حلو قوي. يا ريت كده ايه اي حد قاعد يقول طب ما انا عندي موهبه، يلا اخليها تبقى بروفيشنال ويبقى شغل ليا كويس. بالظبط، نورتينا بجد. مبسوطه قوي ان انا كنت مع حضرتك النهارده والله. تسلمي. انا اللي سعيده جدا بوجودك. تسلمي. واظن عملت لكم حاجات حلوه اهو، غنى وبتاع، ودلعتكم النهارده. يلا باي باي بقى. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.